بالنسبه للماتش نتاع اليوم، شوف كان قدامنا خيار واحد هو انه باش ناكدوا الانتصار نتاع مباراه سيدي بوزيد. يظهر لي لي بالاريتي، معناتها برشا ناس انتقدوا لي بالاريتي، نادي رياض الصفاقسي مش قاعد يخدم في لي بالاريتي، نادي رياض الصفاقسي ممكن نخرج عليه معلول اللي هو التيرير نيميرو 1 تاع لي بالاريتي باش نلقاو مشاكل. احنا ممكن من الشغل الشاغل اللي قعدنا ركزنا عليه من من من, من بدايه التحضيرات هو معناتها لي بالاريتي. اليوم نجحنا في لي بالاريتي. بالنسبه لونتام دو ماتش كانت لونتام 100% لينا احنا، ممكن عملنا شوط طول ممتاز جدا. صحيح تعرف انت ادو زيرو تبدا رابح اثنين بلاش يصير لو تير ولا شمون، دخلنا ما بين شوطين زدنا حمسنا اللاعبين، كنا نراو المباراه هذه باش نطمئنوا نسجلوا الهدف الثالث. هذاك اللي صار ممكن في صار تير ولا شمون في الشوط الثاني، جاونا عده فرص كنا نجموا نخرجوا بسكور اكثر. تبقينا الحاجه الباقيه يكونوا المردود الفردي والجماعي نتاع اللاعبين قاعد يمشي ويتحسن، ثم برشا مؤشرات طيبه، ثم برشا وليدات معناتها اللي قاعدين يظهروا في مستوى باهي. ان شاء الله نصلحوا، ما زالت عندنا شويه نقايص نصلحوهم، وان شاء الله القدام ان شاء الله نمشيو يكون خير. بالنسبه لعلي القربي، هذايا اول مباراه في الطيب المهيري قدام الجماهير تاع نادي راس فاقسي. إن با دي ميريتي الولد، بالعكس قدم مردود طيب، مازال يلوج في لي روبير نتاعو هو بيدو، معناتها معناتها تحسو مازال يلوج في لي روبير، مازال ماهوش 100%. حبسنا انه نكون عندنا معناتها ندخلوا معناتها ان جوار دو كولوار اخر، وعلى المرزوق اللي يجي يكون مهاجم. تيساس في ثاني مباراه حقق انتصار وست نقاط مهمه في بدايه البطوله. ذلك كما قلت انت، ذلك اهم حاجه ثلاث نقاط اليوم الحمد لله تمكنا باش نحققوها. ذلك عملنا يعني ميطار الاول باهي برشا، حطينا الادفرسير في بلاصتو وعملنا برشا فرص ما كانوش اهداف. ميطار الثاني بحكم الاول موسم فما برشا ريتم، فما خارج من يعني بريباراسيون، استنى ما باش تلقى شويه تعب شويه فاتيك. بون قبلنا بون بيناتي في اخر دقيقه، نزيدو نخدموا على رواحنا، ما زلت عندنا ماتش نتاع يعني باش تحسنوا برشا بروغريسيون كبيره، وان شاء الله جاي خير سي اس اس. احكي لنا على الجو في استاد دي طيب لميري لاول مره انت والله امام الجمهور. لقيت جو خارق العاده، جو يخليك تعطي يعني ما عندك تيران باهي، بلوز باهي، جماهير باهي، ان شاء الله واحد من احسن اللي احسن. معني اول لقاء لي فوز، كنت معني معاقب الماتش اللي فات، عملنا نتاع دو ماتش باهي، جا الهدف نتاعي انا الحمد لله، واحد خدم على روحه، بنتو سهل لنا المباراه، ان شاء الله نكملوا هكا كما قلت معني. طيب لميري ما نساوموش، وان شاء الله نقاط الكل ان شاء الله نحاولوا نجيبوهم من برا ان شاء الله. تقريبا فرصه ثانيه اللي كنت للتسجيل في اخر مقابله، عملت تير بلونجونت مي الجارديان. والله مش فرصه، ما قاعدين نخدموا، شفت معنا نمبر دوكازيون، فما معنا كيما نقولوا حكمنا في الماتش الكل. الجارديان عمل بارادة حلوه برشا، صحيح معنا حطيت تعطيه حقها، وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نمركي بونتو اكثر ان شاء الله. حق الانتصار وبدايه ولا احلى في البطوله. والله صحيح الحمد لله، معناها قاعدين نخدموا على رواحنا، عملنا بريباراسيون، معناها كانت ظروف صعيبه شويه، الحمد لله اليوم نادي رياضي الصفاقسي ثاني فوز على التوالي، سقينا في القاعه، مازلنا ما عملنا حتى شيء، مازال العام طويل، عندنا الوقت باش نحضروا كما يلزم، وعلاش لا، معناها نمشيو الفاز نتاع البلاي اوف، حاضرين 100% ونكونوا مراهنين جديين على اللقب ان شاء الله.